بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم في المحاضرة السادسة من محاضرات مقرر تقنيات التعليم ومهارات الاتصال. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن الوسائل التعليمية من حيث مفهوم الوسائل التعليمية، مراحل تطبيق الوسائل التعليمية، معايير اختيار الوسائل التعليمية، وكذلك تصنيفات الوسائل التعليمية. في محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الجزء الآخر من مقرر تقنيات التعليم ومهارات الاتصال. وفي هذا الجزء إن شاء الله سوف نتحدث عن جهاز أرض الشفافيات، جهاز أرض البيانات التعليمية، الصبورة الذكية، وكذلك المنصات الإلكترونية. وسوف نبدأ إن شاء الله في أول جهاز من هذه الأجهزة، وهو جهاز أرض الشفافيات. هناك العديد من المسميات لجهاز أرض الشفافيات، فعلى سبيل المثال جهاز الأرض فوق الرأس، جهاز الأرض العلوي أو الصبورة الضوئية، أو جهاز أرض اللوحات الشفافة. يتكون هذا الجهاز من مكونين أساسيين، وهو الجزء العلوي والجزء السفلي. في الجزء العلوي يتكون من ذراع لحمل العدسات، ويوجد كذلك مقبض للتركيز، وهدف هذا المقبض هو توضيح الصورة المنعكسة على اللوحة التعليمية أو على الجدار. كذلك يوجد مرآة بزاوية 45 درجة. مهمة هذه المرآة هو عكس المادة عكس أرض المادة التعليمية القادمة من المنصة إلى العدسة، ومن ثم المرآة تقوم بعكسها على الجدار أو اللوحة التعليمية. أما الجزء السفلي من هذا الجهاز فهو عبارة عن صندوق، وهذا الصندوق يوجد فيه منصة زجاجية في الأعلى، وكذلك يشمل جهاز زر للتشغيل وفتحات لتبريد الهواء للعدسة، وكذلك منصة من زجاج يتم وضع الشفافية التعليمية أو المادة التعليمية المراد نقلها على الصبورة الضوئية. نأتي إلى مزايا وعيوب هذا الجهاز. ويعتبر جهاز أرض الشفافيات هو من أكثر الأجهزة التي تستخدم عادة في المدارس، والسبب في هذا أن هناك مجموعة من المميزات التي تميز استخدام هذا الجهاز. من مميزات هذا الجهاز أنه لا يحتاج إلى تعتيم كامل للغرفة الصفية، بعكس أنواع الأخرى من الأجهزة التعليمية التي يحتاج إلى تعتيم الجهاز بشكل كامل. أما بالنسبة لجهاز أرض الشفافيات فهو جهاز لا يحتاج إلى تعتيم الغرفة الصفية، ويمكن استخدام هذا الجهاز في الضوء العادي أو من خلال استخدام المصابيح داخل الغرفة الصفية. النقطة الثانية من مميزات هذا الجهاز وهو سهولة إعداد الشفافيات التعليمية. فعملية إعداد الشفافيات التعليمية يتم إعدادها بطريقة بسيطة، وهناك أنواع وطرق لإعداد الشفافية التعليمية، على سبيل المثال من خلال الكتابة مباشرة على المنصة التعليمية، بحيث أن الشفافية التعليمية تكون موجودة على المنصة ويقوم المعلم بالكتابة مباشرة على هذه الشفافية، أو من خلال استخدام بعض أنواع الطابعات، على سبيل المثال الطابعات الحرارية. فمجرد وجود أي صورة أو أي رسم توضيحي مراد طباعته، مجرد أن نضع الشفافية داخل جهاز الطابعة الحرارية ثم نقوم بطباعة هذه الصورة. كذلك توفر المواد المستخدمة لإعداد هذه الشفافيات التعليمية، فنجد أن المواد المستخدمة في إعداد الشفافية التعليمية موجودة في جميع المكتبات، وهي عبارة عن شفافية، وهناك نوعين أو ثلاث أنواع من هذه الشفافيات، وكذلك عندنا نوعين من الأقلام التي نستطيع استخدامها للكتابة على الشفافية التعليمية. النوع الأول من هذه الأقلام نستطيع الكتابة وكذلك إزالة هذه الكتابة،
أما النوع الثاني من الأقلام فمجرد الكتابة فلا نستطيع مسح هذه الكتابة. النقطة الثالثة أو الرابعة من مميزات استخدام هذا الجهاز وهو سهولة نقل هذا الجهاز من مكان إلى آخر. فعلى سبيل المثال نجد أن معظم المدارس يوجد فيها جهاز أو جهازين من هذه الأجهزة، فيقوم المعلم بأخذ الجهاز من غرفة صفية إلى غرفة صفية أخرى. كذلك من مميزات هذا الجهاز سهولة استخدامه وتشغيله وإنتاج المواد التعليمية التي نستطيع استخدامها عليه، ولكن يوجد هناك مجموعة من العيوب لاستخدام هذا الجهاز. فعلى سبيل المثال تعرض هذا الجهاز إلى كثير من الأعطال، فعلى سبيل المثال من بين مدة ومدة أخرى نحتاج إلى تغيير المصباح الموجود داخل هذا الجهاز، والسبب أن هناك درجة عالية من الحرارة تنبعث عن هذا المصباح فيقوم بإتلاف المصباح الكهربائي الموجود داخل الجهاز. كذلك حجم الشفافية التعليمية، أنه يوجد فقط حجم أو حجمان يمكن استخدامه لعرض الشفافيات التعليمية. كذلك أن من عيوب هذا الجهاز لا يستخدم في التعليم الجماعي ولا كذلك يتناسب مع التعليم الفردي، لأنه وسيلة تعليمية جماعية، وعادة ما نستخدم هذا الجهاز داخل الغرفة الصفية ولا نقدر نستخدمه ولا نستطيع استخدامه خلال التعليم الفردي مثل البرمجيات التعليمية أو الأنواع الأخرى من التعليم الفردي. نأتي إلى الجهاز الثاني من أجهزة التعليمية وهو جهاز أرض البيانات، وهناك العديد من التسميات لهذا الجهاز. على سبيل المثال جهاز عارض البيانات أو جهاز الوسائط المتعددة أو جهاز عرض الفيديو، وكذلك مقابله نجد أن هناك كثير من التسميات تسمى باللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال بروجيكتر أو الداتا شو. مكونات هذا الجهاز، يتكون هذا الجهاز من عدسة، وهي العدسة التي تقوم بنقل الصورة إلى اللوحة التعليمي أو الصبورة التعليمية، وكذلك مروحة التبريد وحلقة لتعديل البعد البؤري للصورة المنعرضة على الجهاز. كذلك يوجد في هذا الجهاز مخارج للصوت وكذلك أسلاك نستطيع من خلالها توصيل هذا الجهاز إما في الصبورة الذكية أو توصيل هذا الجهاز في جهاز حاسب الآلي. نأتي إلى مزايا وعيوب استخدام جهاز أرض البيانات. سوف نبدأ أولا في مزايا استخدام جهاز أرض البيانات. أول ميزة من ميزات استخدام جهاز أرض البيانات هو عرض البيانات على شاشات كبيرة، وهذا ما نجده أنه يستخدم في بعض الأحيان في القاعات الدراسية الكبيرة، أو استخدامه في بعض الأحيان في المسارح المدرسية أو قاعات المحاضرات الكبيرة. الميزة الثانية من مميزات هذا الجهاز أنه يساعد في حل مشكلة أعداد الحضور الكبير للطلاب، فأنه يسهل في عملية عرض المادة التعليمية بحيث أننا نستطيع عرض المادة التعليمية لأكبر قدر من الطلاب، سواء كان هؤلاء الطلاب في المسارح أو في القاعات المحاضرات الكبيرة واللي تعرف بالمدرج وغيرها من القاعات. الميزة الثالثة من مميزات هذا الجهاز أنه يستطيع المعلم مقابلة طلابه أثناء عرض المادة التعليمية في عكس جهاز عرض الشفافيات. في بعض الأحيان نجد أن المعلم يدير ظهره نحو الطلبة، أما في جهاز عرض البيانات فيكون المعلم مواجها ومقابلا لتلاميذه للتعليق سواء كان على الصورة أو التعليق على الفيديو. الميزة الرابعة كما هي ميزة مشتركة مع جهاز عرض الشفافيات بأنه جهاز صغير الحجم، نستطيع نقله من مكان إلى مكان آخر،
وكذلك سهولة استخدامه وتشغيله، فهو مجرد توصيل الأسلاك الكهربائية أو التوصيلات سواء كان في جهاز الحاسب الآلي أو في جهاز الصبورة الذكية. أما بالنسبة لعيوب استخدام جهاز عرض البيانات، أنه يحتاج إلى تعتيم كامل للغرفة الصفية، وهو عكس جهاز عرض الشفافيات لا يحتاج إلى تعتيم كامل للغرفة الصفية. العيب الثاني من عيوب استخدام جهاز عرض البيانات أنه لابد أن يتوافر عندي شاشات، وهذه الشاشات لابد أن تكون شاشات ملائمة بحيث أن الطالب، جميع الطلاب في القاعة الدراسية يستطيعون رؤية هذا البرنامج من خلال استخدام شاشات العرض مثل التلفزيونات أو الشاشات العاكسة أو الشاشات المطفية أو الشاشات الخاصة بجهاز العرض. وعادة جهاز عرض البيانات تأتي معه بعض الشاشات بحيث أن هذه الشاشات تتلائم مع طبيعة الضوء المنعكس من هذا الجهاز. النقطة الثالثة من عيوب جهاز استخدام عرض البيانات هو تعرض هذا الجهاز لكثير من الأعطال التقنية، ومن أهم هذه الأعطال هو أننا نحتاج إلى تغيير المصباح الموجود داخل هذا الجهاز، لأن الضوء المنعكس من هذا المصباح تتولد عنه درجة عالية من الحرارة، وبعد فترة من الزمن نحتاج إلى تغيير هذا المصباح بشكل مستمر أو على فترات زمنية محدودة. نأتي إلى الجهاز الثالث، وهو من أبرز الأجهزة الآن تستخدم وخاصة في الفصول والجامعات، والسبب هو الإمكانيات العالية التي يتميز بها هذا الجهاز، وهو جهاز الصبورة الذكية التفاعلية. وكذلك لهذا الجهاز العديد من المسميات، على سبيل المثال الصبورة الذكية أو الصبورة الإلكترونية أو الصبورة الرقمية، وفي بعض الأحيان نطلق عليها بسمارت بورد. متطلبات استخدام الصبورة الذكية داخل هذا الفصل: لابد أن يتوفر عندي جهاز للحاسب الآلي، وكذلك جهاز لعرض البيانات، وكذلك أسلاك لتوصيل الصبورة الذكية في جهاز الحاسب الآلي وجهاز عرض البيانات. نأتي لأنواع الصبورة الذكية. هناك نوعين من أنواع الصبورة الإلكترونية، وهي أكثر الأنواع استخداماً. أول نوع من هذه الأنواع وهو استخدام تقنية اللمس، بحيث أن نقوم بتأشير على الصبورة الذكية أو تحديد المجال الذي نرغب في شرحه على الصبورة الذكية، ونستطيع استخدامه بشكل مباشر. النوع الثاني من الصبورات وهي الصبورات التي تعمل بتقنية الكهرومغناطيسية. مميزات استخدام الصبورة الذكية: توفير وقت المعلم الذي يحتاجه في الكتابة، فإن باستخدام الصبورة الذكية المعلم لا يحتاج وقت كثير لأن يبذله في عملية الكتابة، فالكتابة هي أساساً موجودة، وهي عبارة عن ملفات إما أن تكون في صيغة الوورد أو بصيغة البي دي اف، يقوم المعلم باستعراضها بشكل مباشر. الميزة الثانية من مميزات استخدام الصبورة هي توفير عنصر الحركة عند استخدام هذه الصبورة الذكية، فعلى سبيل المثال يستطيع المعلم استخدام مقطع فيديو في عرض مادة تعليمية للطلاب، بحيث أن المعلم يستطيع إثارة دافعية الطلاب نحو التعلم. كذلك من مميزات الصبورة الذكية توفر إمكانية تسجيل الدروس، فعن طريق ربطها في جهاز الحاسب الآلي نستطيع توثيق أو تسجيل أي درس نقوم بتدريسه سواء بشكل متزامن أو بشكل غير متزامن. كذلك إمكانية استخدام الصبورة الذكية في التعليم عن بعد، وكما ذكرت قبل قليل أنه يمكن أن نستخدم
السبورة الذكية في عملية التعليم الإلكتروني، بحيث أن نعرض المعلومات للطلبة بشكل متزامن، والمقصود بعرض المعلومات بشكل متزامن بحيث أن يكون المعلم والطالب في نفس الوقت ولكن في أماكن متعددة. أما التعليم الغير متزامن وهو عادة يكون المعلم في مكان والطالب في مكان آخر، وكذلك يوجد وقت في عملية عرض المادة التعليمية بحيث أن الطالب يستطيع الرجوع للمادة التعليمية في أي وقت يناسبه وفي أي مكان يناسبه. نأتي إلى عيوب استخدام السبورة الذكية. أول عيب من عيوب استخدام السبورة الذكية وهي القيمة الشرائية لهذه السبورة الذكية، فنجد أن السبورة الذكية تكلف كثير من الأموال. النقطة الثانية من عيوب السبورة الذكية وهي تكاليف صيانتها، وعادة ما تكون تكاليف صيانة السبورة الذكية عالية جدا، ويحتاج متخصصين يقومون بصيانة هذه السبورة الذكية. من النقطة الثالثة من نقاط استخدام السبورة الذكية، نجد أن هناك العديد من العيوب في استخدام السبورة الذكية في مجال التعليم. أول هذه العيوب تكلفة شراء السبورة الذكية. نجد أن العديد من المؤسسات التعليمية أو الإدارات التعليمية لا تستطيع توفير العدد الكافي لوضع سبورة ذكية في كل قاعة دراسية، والسبب الرئيسي أن تكلفة شراء السبورة الذكية عالية جدا. كذلك النوع الثاني من عيوب استخدام السبورة الذكية وهي عملية صيانة السبورة الذكية، فصيانة السبورة الذكية يحتاج طاقم متخصص في عملية صيانة هذه السبورة. كذلك أن هذه السبورة الذكية تتطلب بعض الظروف الخاصة في القاعة الدراسية، على سبيل المثال مستوى الإنارة داخل القاعة الدراسية أو مستوى التهوية داخل القاعة الدراسية، وهذه كلها عوامل نستطيع أن نأخذها بعين الاعتبار عند استخدام السبورة الذكية. نأتي إلى مميزات وعيوب استخدام المنصات الإلكترونية. وجهاز المنصة الإلكترونية كسائر الأجهزة الأخرى يوجد بها عيوب وكذلك يوجد بها مميزات، وسوف نتحدث عن مميزات استخدام المنصة الإلكترونية. أول ميزة من مميزات استخدام المنصة الإلكترونية وهو التحكم الكامل بالقاعة الدراسية، فعن طريق استخدام المنصة الإلكترونية يستطيع المعلم أو عضو هيئة التدريس التحكم في مستوى الصوت، في مستوى الإنارة، مستوى التهوية، وكذلك التحكم في عملية عرض المادة التعليمية. كذلك من مميزات استخدام المنصة الإلكترونية وهو تنوع أساليب عرض المادة التعليمية، فيستطيع المعلم استخدام بعض الفيديوهات التعليمية، يستخدم بعض المقاطع الصوت في عملية إثارة دافعية التعلم نحو الطالب. كذلك من مميزات السبورة الذكية إزالة العوائق الزمانية والمكانية، فباستطاعة عضو هيئة التدريس تجاوز العوائق الزمانية، فعلى سبيل المثال يستطيع عضو هيئة التدريس أو المعلم تسجيل المادة التعليمية للطلاب، ويستطيعون الطلاب الرجوع لهذه المادة التعليمية في أي وقت يشاء. كذلك تجاوز العقبات المكانية، فيستطيع الطالب التعلم سواء كان داخل المدرسة أو الجامعة إلى خارج أسوار المدرسة أو خارج أسوار الجامعة. عيوب المنصة الإلكترونية، والمنصة الإلكترونية حالها كحال أي جهاز آخر يوجد فيه عيوب. من عيوب المنصة الإلكترونية أن تكلفة شرائها عالية، وهذه عيب كذلك يشترك معه عيب استخدام السبورة الذكية.
كذلك من عيوب المنصة الإلكترونية أنه يحتاج إلى تدريب المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدامها، لأنها يحتاج إلى معرفة تامة ودراية كاملة في كيفية استخدام الأجهزة الموجودة داخل هذه المنصة التعليمية. كذلك من عيوب استخدام المنصة التعليمية وهو أن حجم هذه المنصة كبير، في بعض الأحيان لا نستطيع استخدام المنصة الإلكترونية، والسبب أن مساحة الفصل أو مساحة الغرفة الدراسية صغيرة جدا، فلا يمكن وضع هذه المنصة التعليمية. في نهاية هذه المحاضرة تعرفنا على جهاز عرض الشفافيات، وكذلك جهاز عرض البيانات، وجهاز الصبورة الذكية، وكذلك جهاز المنصة الإلكترونية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه المادة التعليمية لامست احتياجاتكم العلمية والأكاديمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.